مارسيل كولر بعد مباراه الاهلي النهارده والاتحاد قال ان الاداء في الشوط الاول كان مرضي بالنسبه لي، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين ان علينا الاستمرار بنفس الشكل، لكن للاسف لم يحدث ذلك مع بدايه الشوط الثاني واجريت التبديلات ونجحنا في تسجيل هدف رابع انهى المباراه. شوف تصريحات مارسيل كولر كامله بعد المباراه في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل كلامنا. بدأنا الشوط الاولاني، عملنا شوط كويس جدا وجبنا 3 اجوان. اعتقد الاداء كان في الشوط الاولاني مرضي وكويس. بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه ان احنا لازم نكمل على كده، ما نستهترش، ما نستسهلش الماتش بعد النتيجه، وان احنا نكمل على نفس الاداء، لكن ما حصلش ده للاسف. اول الشوط الثاني ودخل فينا جون، فكان لازم ان انا اعمل تغييرات ان انا اقدر اتحكم في الماتش مره ثانيه، وفعلا التغييرات ساعدتنا ان احنا نقدر نسيطر على المباراه، ندخل هدوء في الملعب ونبدا ان احنا نخلق فرص وان احنا نجيب جون انهى المباراه، وخصوصا بعد ما المنافس جاب جون بدا ان هو يبقى شرس، بدا ان هو عايز يدخل في الجيم مره ثانيه، لكن بالتغييرات قدرنا ان احنا نتحكم في المباراه مره ثانيه وقدرنا ان احنا ننهي المباراه بجون رابع، وكان ممكن نكمل نجيب جون اكتر. بالنسبه لعمر، هو لعب النهارده ناحيه الشمال. عمر بيقدر يعمل كروسات عرضيات كويس جدا برجليه الاثنين، باليمين وبالشمال، حتى لو يمكن يمينه احسن شويه، لكن بيعرف يعمل كمان بالشمال، ف بنستغله ورا بالاندفاع وبالسرعات اللي عنده، ان هو بيبقى جاي من ورا فبيبقى اخطر. قدر ان هو في كره الجون يدخل فعلا لجوه ويشوطها بيمينه رجله الاقوى، وفي كره ضربه الجزاء عمل لنا ضربه جزاء برضه دخل قطم لجوه وتم عرقلته، فبالتالي انا شايفه في المكان ده كويس يقدر يؤدي. عمر لعيب جوكر يقدر يؤدي في اكتر من مركز، وانا شايف امكانياته في اكتر من حته. لو اختار جون من الاثنين ولادي، الاثنين لعيبه عندي، فبالتالي والاثنين احلى من جونين احلى من بعض، فبالتالي هختار ان الجونين احلى جونين. احنا عندنا قائمه كبيره من اللاعبين، بنتكلم في 32 لاعب، اللي بيشارك منهم في النهايه 11 لاعب بس، وبيبقى في ناس بره. لازم طول الوقت مع ضغط الماتشات اللي عندنا ده بتبقى مجهز طول الوقت كل اللعيبه، بتجهزهم بدنيا، بتجهزهم فنيا، بتقدر ان انت تتكلم معاهم. عارف ان انت عمرك ما هتقدر ترضي كل اللعيبه في القائمه، ودي اصعب حاجه هنا بعد سنه ونص انا موجود فيها هنا في النادي. اصعب نقطه هي ان انت تعرف ترضي كل الناس، مش هتعرف ترضي كل اللعيبه، لان كل اللعيبه عايزه تلعب. لو لعيب تحول ان هو موظف بيجي عايز راضي بالدور ده اصلا لا يصلح للنادي الاهلي. فاللعيبه كلها الحمد لله عندنا مش من العقليه دي، كله عايز يشارك، كله عايز يلعب، فده بيدي صعوبه ان انت معاك لعيبه كلها مستواها عالي، فلازم بتختار اللعيبه اللي تساعدك. تبقى محتاج ان انت دايما في ضغط الماتشات، ان احنا كل 48 ساعه تقريبا دلوقتي، يعني مفيش غير يومين بس بين كل ماتش والتاني، وده ضغط كبير جدا. ان انت تختار اللعيبه اللي تكون فريش، واحنا النهارده كنا فريش، وده كان الفتره الاخرانيه. بتقدر ان انت تريح لعيبه، بتعمل التدوير زي بجهز لعيبه كلها عشان خاطر اقدر اعمل تدوير من غير ما يحصل خلل في الفريق. النهارده بدي علي معلول راحه، بدي تاو كان راجع من اصابه ولعب كذا ماتش ورا بعض، فيبدا ان هو يتعب، فابدا ان انا اريحه، بنزل بديله بيقدر ان هو يؤدي. فانا مجهز اللعيبه، بتكلم مع اللعيبه طول الوقت في النقطه دي، بنتكلم معاهم كتير. نقطه مهمه جدا اللعيبه عارفاها ولازم الناس تعرفها كمان، هنا الجمهور يعرفها، انا مش بحبه وبكره. انا ما عنديش لعيب بيلعب عشان شكله حلو ولا عشان انا بحبه ولا عشان خاطر هو لطيف ولا ظريف ولا دمه خفيف، ما حدش عندي بيلعب بالطريقه دي. اللي بيلعب عندي الناس اللي بتأدي، انا عايز اكسب، وفي النادي ده لازم نكسب كل الماتشات، وانا كمان عايز اكسب كل الماتشات. مش هلعب لعيب بيخسرني، مش هستغنى عن لعيب عارف انه هيكسبني واستبعده. كل لعيب بيلعب وكل لعيب بختاره عشان هي دي الاختيار اللي انا شايفه الانسب في الوقت ده، مع التغييرات، مع القائمه، مع الراحات، مع كل ده بنقعد نفكر فيه مع بعض كجهاز. بقعد اتكلم مع الدكتور كتير، اشوف مين اللعيب اللي يقدر، مين اللعيب لازم ياخد راحه دلوقتي، مع مخطط الاحماد بنقعد ندرس كل حاجه عشان نخطط مين اللي هيجي معانا قائمه المباراه، ومين اللي يبدا ومين ما يبداش، ومين نريحه. فانا بجهز كل الناس، ما بحبش وبكره، دي نقطه كل اللعيبه عارفاها ولازم كمان الجمهور يبقى عارفها. اعتقد ان الفتره الاخرانيه اختياراتي او الاختيار بتاعتنا كجهاز فني كانت صحيحه، بدليل ان احنا بنادي كويس، بنكسب، وده بياكد على طبعا اولا واخيرا اداء اللاعبين الكبير، ان اللعيبه بتادي، اللعيبه بتديني في الملعب اللي انا عايزه، المنافسه خلت اللعيبه كلها بتدي كل اللي عندها في كل دقيقه في المباريات، وفي نفس الوقت ان اختياراتنا مظبوطه. اعتقد ده رساله للجمهور، ان احنا اختياراتنا لو كانت مش مظبوطه ما كناش هنكسب الماتشات دي بالشكل ده. بالنسبه للثلاث لعيبه، هما الثلاثه لعيبه كانوا مصابين فتره طويله، مش اصابات قصيره، اصابات طويله جدا. عشان ترجع من اصابه طويله محتاج عدد معين من التدريبات الجماعيه عشان تقدر ان انت تبقى جاهز
بدنيا وفنيا. اللعيبه دي غابت فتره، وعشان خاطر في الاول انت بعد الاصابه بعد ما بترجع بتخف، بتبدا الاول تبقى مع فريق التاهيل وتتمرن لوحدك مع فريق التاهيل، وبعدين تخش في التدريبات الجماعيه، وبعدين بعدد معين من التدريبات الجماعيه عشان تبدا تخش في الفرقه. المشكله حاليا طبعا ان في لعيبه بتلعب وبتادي وفورمه وجاهزين وبيكسبوا، ف صعب جدا. وانا بقارن لازم يبقى عندي احساس كويس ان اللاعب ده اللي بقاله كتير مصاب وراجع لازم يبقى احسن من اللعيب اللي بيلعب وبيشارك وبيادي، عشان برضو ما ينفعش اظلم لاعب بيادي كويس وبيكسب، فلازم انت تظهر احسن منه. فعشان يظهر احسن منه بيحتاج وقت وبيحتاج صبر، واللعيبه هنا للاسف ما عندهاش حته الصبر دي، بيبقى راجع من الاصابه عايز يلعب تاني يوم، لازم ياخد وقته، لازم ياخد وقته ان هو يجهز عشان يظهر هو نفسه بمظهر كويس ويساعد الفرقه في الاخر. تاني بكرر الكلام اللي قلته من شويه، انا عايز اكسب، فبس باخد الفرقه والناس اللي جاهزه. لازم يبقى عندي قناعه واحساس كويس باللاعب ان هو فعلا خلاص جاهز، ان هو احسن من زمايله، عشان خاطر ان انا اقدر اعتمد عليه وابدا ان انا اديله ماتشات. لكن في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي كل اللي بطلبه منهم الثلاثه، او اي حد ما بيلعبش اصلا مرن كويس، ادي كل اللي عندك في التمرين، صبر، اجتهد، لغاية ما الفرصة هتجيلك أكيد، بس محتاجة منك صبر وجهد وما تهمتش خالص. دي رسالتي ليهم. هل هيبقوا موجودين في ماتش المحلة ولا لأ؟ ده هنشوفه في الأيام اللي جاية، لسه عندنا 3 أو 4 أيام. مين هيظهر أحسن من مين؟ مين هيبقى فيه مصابين؟ مين هياخد فرصة؟ محدش يعرف دلوقتي. فيلي شبيلر تي بالتأكيد مش هقدر تاني، بكرر نفس الكلام، مش هقدر أسعد كل اللاعبين، أنا وارد كل اللاعبين. السؤال اللي ممكن نسأله بشكل تاني، هل إحنا بنلعب وحش؟ هل إحنا ناقصين بنقصان لعيب؟ احنا الفترة الأخيرة الحمد لله بنلعب كويس، ما فيش حد ناقص، او مش حاسين في الملعب ان في حد ناقص، لان احنا بنأدي كويس. اهم حاجة تاني بكرر نفس الكلام، اي لاعب لازم عايز يشارك لازم يظهر في التمرين، لازم يبان كويس في التمرين، لازم يبقى احسن من اقرانه، بالذات اللعيبة الصغيرة لازم يبقى عندها صبر اكتر، لازم تتعلم اكتر، لازم تطور نفسها في التمرين، لازم تسمع الكلام، لازم انها تطبق اللي احنا بنتكلم عنه في التمرين، لازم تحسن نفسها في التمرين. كل الحاجات دي لازم اشوفها، ولازم عندي احساس كويس ان اللاعب ده يبقى افضل من زميله. احنا بنلعب في مستوى عالي جدا، كل فرقه بتلعبنا باعلى حاجه عندها، في افريقيا بالذات بنلعب في توب ليفل، في اعلى مستوى ممكن. فلازم كلاعب بيبقى عندك خبرات كبيره، لازم كمان قدام فرق معينه تبقى عندك خبره ان انت تقدر تلعب في المستوى ده، ولازم ان انت كمان يبقى عندك تبقى افضل من زميلك عشان خاطر تلعب في الليفل ده. اللعبه الصغيره بتحتاج صبر اكتر، او بعض اللعيبه الصغيره بتحتاج صبر اكتر، وبتحتاج انها زي ما قلنا تتعلم وتتطور وتتحسن في التمرين. تصفير زي ما قلت 10 دقايق فقدنا تركيزنا، كناش كويسين، عملنا التغيير، مسكنا الماتش تاني، اتكلمنا في النقطه دي. بالنسبه للسؤال الاولاني، طبعا بنتمرن عليها وبنتمرن عليها بقى لنا فتره طويله جدا، ودايما بقول للعيبه غير التمرين طبعا احنا بنتمرن على الشوط من بعيد، وبنتمرن على الفينش كمان كتير، لان دايما اقول للعيبه مش لازم تقعد ترقص لغايه ما تعدي خط الجون، يعني احنا ممكن من بدري ان انا شوط اخد الجرأة في الشوط، وبخلي اللعيبه كتير اقول لهم خد ريسك وشوط من بعيد، وبنتمرن على ده. فالنهارده ده كان باين ان احنا عندنا اكتر من حد بيعرف يشوط، وان الحمد لله التمرين جاب نتيجه في موضوع الشوط ده. يا بن مروان يا مكوكا، هو عدلك كل اللعيبه اللي في نص الملعب بما فيهم متولي، وقالك رامي كمان يقدر يلعبها، وهاني كمان دخل في نص الملعب، فكلهم بدلاء لبعض. طيب ده المؤتمر الصحفي لمارسي كولر بعد مباراه الاتحاد.